بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقد درس 30 من دروس نظرات في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، يوم الجمعة 15 ربيع الثاني 1438 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. غزوة تبوك. أولا، تبوك ثقي مدينة تساد أكثر من 700 كيلومتر شمال غرب المدينة المنورة. نغد الكيلومتر باش نظر باللي ذا كان يفعذن مليح في المدينة المنورة، أكثر من 700 كيلومتر، تقريبا حوالي 770 كيلومتر، يعني مسافة طويلة. ومدينة 770 كيلومتر ماشي دو فورغون، ماشي دو كاميون، ماشي دي لافيون، ماشي لا، روحا فضار أك ذي الغمان. تقريبا 2/3 من الصحابة أثنين دي صحيين بلغم، معنتها بعد المسافة في حد ذاته أمر عسير. لذلك الغزوة يجي غزوة العسرة، اسمه غزوة تبوك. تبوك يجي نسبة إلى اسم المكان الموضع، أكثر من 700 كيلومتر، وسميت بغزوة العسرة أي غر لعدة أسباب. من هذه الأسباب هذا بعد المسافة. غزوة العسرة أو غزوة تبوك وقعت في السنة 9 من الهجرة النبوية، وبالضبط في شهر رجب، شهر رجب السنة 9 من الهجرة النبوية. ذوك سقواس في التسعة ذوكور نرجب إثراء الغزوة ياكي. الغزوة ياكي اسميس غزوة العسرة أي غار. السبب أولا بعد المسافة، سلاماس أكثر من 700 كيلومتر. خمم ورايا وظن أمشي راهي يلحو أمشي كل 3 سنين من سنين سن من الصحابة المهاجرين الأنصار أثنين دي صاحيين بلغم كل يوم هذي استعفوا هذي ركب الشوط هذي ركب الشوط هذي ركب الشوط. في سناف السبب والسين كان يوم القيظ، يعني كانت أيام القيظ كما اسمها عمرو الخطاب حينما طلب منه أن يصف هذه الغزوة. إلياس وقعت في أيام قيظ شديد، القيظ في حد ذاته معنى أيام الحر، سخانة ثم قران ثم قران ثم قران. وقيد عمر دي اسم سلينا إنياس ثلال غزواجي في أيام قيظ. لو كان دينا كان قيظ ديجا بركة معناه دو السن يحمان مليح نسير نياس شديد. صافي عمر بن الخطاب هو الذي يصف مادام في كاس الوصفاقي صافي ما إلا نتسى يحلف باللي سخانة حما يحمى الحال ذا شارة دينين وياض. ثلاثة السبب ويض قلة المؤونة، ولاش كل شيء يخص، ولا شمال ولا القوث كل شيء يخص، ولا شذريم ولا الخيول ولا شي الغمان يخص، رغم أن جيش المسلمين كان قويا من حيث العدد، عدد المقاتلين عند جمهرة المؤرخين وكتاب السيرة عند 30,000. الله يبارك 30,000 وقي عدد المسلمين ير المهاجرين في الأنصار 30,000، ولكن ورا قافلة الروم، جيوش الروم ومعهم نصارى العرب، نصارى العرب الموالين للروم. صافي جماعة الخير وقت آخر قوة معادية للإسلام والمسلمين ذا الروم، وري قبل الروم العدو في حد ذاته. هذا عامل من عوامل العسرة، خطرة قبل ضع ذا ومشطوح من ضع ذا ومقران يمخلف واجي إذن قفلا جيش الروم، القفلا جيش الروم.
إذن فكير ديال الأسابيع باش نحصو أنظر أي غير سميس غزوة العسرة. وربي القرآن كما قلت لكم في الدرس السابق في سورة التوبة في الآية 17، لقد تاب الله على النبي، أكدنا الآية 117، والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. ذي الطيق دي تفان ورفيق الذين اتبعوه، إذ ذلك ربي سبحانه في هذه الآية 117 في سورة التوبة، إناد إذ ذلك بعد ذكره للنبي لقد تاب الله على النبي، من بعد والمهاجرين والأنصار، من بعد إناد الذين اتبعوه في ساعة العسرة. المهاجر والأنصار ذعن النبي عليه الصلاة والسلام نصرنت أيدنت ملمي ذي الطيق ذي الغزوة يجي وعرن مليح ربي سبحانه اسميس في ساعة العسرة. لذلك العلماء سموا غزوة تبوك بغزوة العسرة والسبات نفذري ثنتيد قبل حين. طيب أسباب الغزوة، يعني السبب الرئيس أنه تناء إلى النبي صلى الله عليه وسلم نبأ من الروم أنهم جمعوا جموعا كبيرة جدا. الروم سعى جيش قوي، النصارى العرب وقد يقيم من خطر الله يبارك في نهضرت فتح مكة الحمد لله في كل شيء لاباس ما شاء الله، في غال قريش أسلمت في عمومها ومكة أصبحت قوة كبيرة الله يبارك من المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم يخلص ربي النصر، الإسلام انتشر، عالمية الإسلام كما قلنا في صلح الحديبية، البعد العالمي لرسالة الإسلام من خلال مخاطبة الملوك وزعماء العالم إلى آخر هذا الكلام. ولكن الروماجي فغان سفغان القوانس باش الظمن في النبي صلى الله عليه وسلم في المسلمين. النبي عليه الصلاة والسلام بحكمته إلى سهم لا نغزوهم قبل أن يغزوننا، نكني لا ميور ديفونس لاتاك، يعني ثني قابل وباش يرسي المدينة ما كدنا 700 كيلومتر أو أكثر من 700 ماشي لين سهل، وفي حد ذاته ثقي هزيمة نفسية للروم سيني وقال قرد ياسم سي المدينة المنورة المد تبوك أد الحنية وكا لعثاب اللاز فاد شياض إلى آخره صفيع بلن معناه وقال قي وساند غل انتصار. لذلك ما كانش غزوة في الحقيقة، النبي صلى الله عليه وسلم يقيم 20 ليلة بلا قتال، القيادة الروم لم تفكر في مقاتل النبي صلى الله عليه وسلم، فرجع المسلمون خلاص الرسالة وصلت. لو كان يون يعني يري فيه مرة ثمسلت تخطيط النبي عليه الصلاة والسلام سيني عجبة نعتس في الدوك أكثر 700 كلمة بعد ونخدم على والو إيه مخال نخدم شوية خاطئ عادي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أن الرحمة المهداة كما قال وقد ذكرنا ذلك فيما سبق أن الرحمة المهداة. النبي عليه الصلاة والسلام انتصر على السيف، قلت لكم كلام الشيخ محمد الغزالي رحمه الله حينما قيل له شبهة الإسلام انتصر بالسيف، فقال لا الإسلام انتصر على السيف. إذن الكتاب يقرأ من عنوانه، والإسلام عنوانه السلام، الإسلام تلويث ذلهنا ميل الغشيش من عادي ميل أخذنا الحرب، الإسلام يبغى كان تلويث. وثاني ذي السواء إلقى وتسلنا أهورا باش الدعوة تصور كما قلنا في قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، معنى دعوا الرشد يتبين من الغي، هنا لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين وفي الوقت نفسه لا إكراه في الخروج من الدين، معناتها قاعدة عامة في هذه الآية لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. بعد ما يوصل البلاغ يبغوكسي مثلا الإيمان كل واحد حر، ربنا وهديناه النجدين
لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. ربي سبحانه عز وجل إن يسن النبي عليه الصلاة والسلام سوض فقط، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. المهم ذن النبي عليه الصلاة والسلام بعدما قرر باش يدير الغزوة هي غزوة تبوك، أمر وحث الصحابة من المهاجر الأنصار على الإنفاق، إن يسير قد تنفقوا كليون أدي السفر ذا شو يسعى أي الميزمر كليون سنياس. وطبعا الناس مستويات مهاجرون أنصار القدر نسن عليه ما شاء الله، ولكن مستويات. أسمي سنينا النبي عليه الصلاة والسلام من جهز جيش العسرة فله الجنة. وين أري جهزن الجيش العسرة هذا تسمية اسمية ربي ساعة العسرة. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري وهو حديث صحيح، إن من جهز جيش العسرة فله الجنة. إذن يسمى يس جيش العسرة أي غرض ناول الحديث حديث أخرجه البخاري باش يحث المسلمين باش هذا صدقا وذنفقا في سبيل الله. وذا كي كل يوم نشو ينفق عمر بن الخطاب أنفق من ماله، أين اختفل؟ عبد الرحمن بن عوف أنفق من ماله، أين اختفل؟ أبو بكر الصديق أنفق من ماله، تروي بعض الروايات أنه أنفق ما يملك. بعد الناس النبي عليه الصلاة والسلام ما أبقيت، ماذا أبقيت لأهلك؟ الناس أبقيت لهم الله ورسوله، أبقيت لهم الله ورسوله جغس ربي ذنبي. عثمان بن عفان وهو من الأغنياء وإلى الآن ما زال الخير ينسى لسا نغنديون واس بعض المختصين في الأمور المالية خذ من الحساب شوك ساعة عثمان بن عفان لسا وفان ما يكفي لشراء شركة بوينغ الأمريكية. وطبعا الناس اللي تكلمنا معهم ناس خبراء يعني زيكسبير في المجال ومشي ياك أين كان الخير اللي جاء واستثمر على فكرة. ربما كاش نهار نحكي لكم بعض التفاصيل في هذه النقطة. إذن إلى الخير إذن في كاس يبوي الفركة للنبي صلى الله عليه وسلم دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. عثمان بن عفان الله يبارك ينفق جهز ثلث جيش العسرة خطر هذا مركا يعني من الأثرياء ثلث جيش العسرة ذنسيث نفقا واحد عثمان بن عفان ذي نسينا النبي عليه الصلاة والسلام ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم. هذه الرواية من روايات الحديث، الرواية اللي سمعتها موجودة في مسند الإمام أحمد، ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم. إفكيس الضوء الأخضر يعني يفكيس البشرى يعثر بن عفان النبي عليه الصلاة والسلام ما ضر بن عفان ما عمل بعد اليوم. ويقول الصحابة كان يرددها كان يرددها وتلقى البشائر والتهاني من الصحابة بعدما سمعوا مثل هذا الكلام. يصفر حيث النبي عليه الصلاة والسلام يمسينا ما ضر بن عفان ما عمل بعد اليوم. ولكن يثمثن الغزواجي تخلف ثلاثة أصناف، ثلاثة أصناف ورشورك نردي الغزواجي. الصنف مزوارو أصحاب الأعذار من الضعفاء والمرضى، الضعفاء المرضى وكذاكي يعفي اسم ربي سبحانه يعفي اسم ويسمح اسم خطر الضعفاء ذي موضان ورزمير ناذ نفقن ترون خطر ميولنا كل الصحابة ونسعان يتساكن في سبيل الله يولون نسعارا قرنك في الثوالة أفوسوري الزميرانا هذا يا وليش حزنن حزنن المؤمنين حزنن الفقراء الذين لا يجدون ما ينفقون. وذا الحزن ويض إمي ورزميرنا راه الشركين ديال الغزوة وليش تزمرت وليش تزمرت وليش الجهد. ربي سبحانه إناد في سورة التوبة
في الآيتين 91-92 ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج. الله أكبر. ربي سبحانه في كيس الدواء إن يسن الضعفاء أو كذي مضان أو الذين لا يجدون خطر إلا الضعيف إفغادي جهدوا لزميلالا المريض وين يظنن إفغادي جهدوا لزميلالا ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون وقذ شركن دي الجهاد ميفغال الشركن دو سوذرين هذا خدمنا كي نخدم مع عمر بن الخطاب نغ عبد الرحمن بن عوف نغ ابو بكر الصديق نغ عثمان بن عفان فغان هذا الشركن هذا نفقا ولاش. لذلك العلماء نند عمل بحديث النبي عليه الصلاه والسلام انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. يونا ذي خدم النيه ولا موري الزميره بس يفك على حسب النياس. السيني مثلا لو كان الزميره اذفنوا الجامع نغاد الشركه غادي لفني الجامع نغاد الشركه غادي لفني السبيطار نغاد الشركه غادي ثالا نغادي العنصر نغادي مصلحه عامه ما يخدم النيه وحدس غاسو دي سوفغار ذريميس ربي اثي جازي على حسب النياس خاطر ربي يعلم السر واخفى خاطر ماشي يون ديال السيسكان في الدينين ما ربي حصى يون ما الا يسعى النية أذ ينفق في سبيل الله أسينو كان سعر هذا نفق ربي سبحانه إذا علم منه صدق النية أفي جزي على حسب النياس إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لذلك رب عمل صغير تعظمه النية ورب عمل عظيم تصغره النية. إزمريون ذيفك ميات فراك ميات فراك مش طوحث ولكن في كيس النية يجهدن أسيفك ربي لجر ذم قران. أما كان العكس إزمريون ذيفك مليار أهث على حسب النية لينس يغال لجر يضعف. لذلك موضوع النية مهم جدا والنية محلها القلب. لذلك والنية من مقاصدها الجزم والحزم والتمييز. النية نية مهمة كل حاجة ذي النية كل حاجة. أما ذي العبادات طهور ذي العصر ساعة 4-4 أم كيف فرق ذي رسد سنية تمييز زيارة ثالثة كل شيء يون سي العلماء يسد غرسيون إناس لا أدري هل أنا من أهل الدنيا أم أنا من أهل الآخرة ورحصير إن كيني سأهل الدنيث وقالت تبوي الدنيث ناقص بوقات تبوي الآخرث ويزران ذلك لاصي مانيس أمشي سينا العالم مني إنيس إذا كانت فرحتك بالصدقة أكثر من فرحتك باستقبال الهدية فأنت من أهل الآخرة. إفكايس الدواء إن اسمي لا مرض صدق خطر ما الصدق تسفغ ثوفي تفرحض تفرحض يمي يصوضك ربي الصدق الفرحه لينك اكثر بس راك دفكن الهديه الهديه سي دفكن تصفض الشيني دفكن كادو إما الصدق الشيني إن يسوى ليمانك إن اسمي تفرحض اكثر ما راك الصدقه أكثر بين الفرحة مرفك الهدية نصف أنت من أهل الآخرة. إما إلى العكس فرحة ما تفك الهدية ولكن ما تفك الصدقة تفك صدمي إذ بعيس ولي أسير كان زريعة كاوت سكرارة مليونات في تركان 20,000 مشكلة صافي كوريجي قاعد شوطي ماني كان بكري السلف ما روح من الجنازة رضي الله عنهم إلى قال يخدم النياس في الخطوة الأولى. لذلك أحدهم مثيون من كبار القوم رحنا حضر الجنازة فانطلق القوم انطلق نتسيقين يفريني وهذه أذي الحو
الناس يالله إني صرجوت إني تخطر النية وتقعد غارة يلقى ثقادة على النية وتقعد غير ربي باش يتروح على الخطوة تاكي الحغرس مقفرس باش هذا عزيز الحضر الجنازة نشيع المرحوم خطوة من كبير القوم يشميد شوط سولي وباللي في غير الحضرة خطر ذيونسي الكبار فهمت الرسالة وطبعا المؤمن ذي روح يحضر الجنازة والسلام كبير صغير درجة سمطوس مفهوم ماشي ما ذيه الليل ولا شوية روحا ماذا ذيون مقر يكون فلس الغاشي والإنسان أذي خدم النية سيارة ربي يوجد أذي روح ويوجد ذرا فهو فرض كفاية والحمد لله الفقه يزميت فرض كفاية معنى إذا قام به البعض بها صلاة الجنازة فقد سقط الإثم عن الجميع الحمد لله إما شي فرض عين لو كان فرض عين لقد حضر ياك أمزار في قنزلة ثورة المكتوبات في كذا فروض العين ولكن الجنازة فرض كفاية لذلك ربي سبحانه وتعالى ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج تجي الآخرة سورة التوبة الآية 91 الآية 92 إذا نغد أنوي وقالوا ونحضر هذه الغزوة ثلاثة الصناف الصنف مزوارو ذي وقالوا ذي مضان ضعفاء لان قيم اسمي سن أصحاب الأعذار المعذورون سعن العذر إلا الصنف ويض ذي شوث المنافق إيه المنافقون سقالوا فنوي ريقابلن الروم فنوي ريقابلن جيش الروم للمحال وقال لك خدمن دور نسنسى الكره بعد حين المنافقون والدنارة أكذ النبي صلى الله عليه وسلم روحنا إلا وياض اسم المخلفون ثلاثة يجي وقال لك مخلفون هذا نهضر فلسن بعد تمشي وتنسن كعب بن مالك وهلال بن الربيع هلال بن أمية وكذلك ابن الربيع وكذلك مرات ابن الربيع ثلاثة يجي من خيار الصحابة لذلك سجين دي الوقفة من خيار الصحابة كعب بن مالك من خيار الصحابة له تاريخ مشرق مرات ابن الربيع أيضا من خيار الصحابة كذلك هلال بن الربيع وكذلك ثلاثة من خيار الصحابة صافي وقال اسم المخلفون إلا على ابن أبي طالب ابن أبي طالب ماشي سلف غيس نسيف غادي يروح هذه حضرك النبي صلى الله عليه وسلم ولكن إن يسكشين تقيمض في المدينة ذي الشريق من دي المدينة المنورة لاني مغذان لاني معذار لان موضان لان وقذي كذا ونزمير لان إلى آخره ولا المنافقين المنافقين إذا دخل وخدمنا شو مزمرا من بعد خروج جيش النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك صافي أنوك جاء النبي صلى الله عليه وسلم ذي المدينة المنورة علي بن أبي طالب هنا يا رسول الله هنا سجد يكذ ذي ذي معذار وكذي موضان وكذي ناسك في غادي اللي غيذيك الجهاد تروح الروم أشو سينا النبي صلى الله عليه وسلم ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى بمنزلة هارون موسى غير أنه لا نبي بعدي إن يس وثقب الظهر أتسيليض أرغوري أم المقام إن هارون وهارون نبي من موسى وموسى نبي ورسول بل من أولي العزم من الرسل طبعا كيف لا يرضى علي بن ابي طالب وكانت بشرى لعلي كرم الله وجهه اذا باش كان فهم باللي علي بن ابي طالب بامر من الرسول صلى الله عليه وسلم تقيد المدينه باش نفهم بامر من الرسول صلى الله عليه وسلم وتسقي مناسبه هذا الحديث الا ترضى ان تكون مني بمنزله هارون من موسى إلا أنه ليس نبي بعدي وفي رواية غير أنه لا نبي بعدي خطر النبي أبي طالب ليس نبيا وصحابي جليل من آل البيت ولكن هذا هارون هو من أنبياء الله عز وجل وموسى كلم الله من أولي العزم من الرسل
ثورة أنروح موقف المنافقين من غزوة. أهم شو خدمناك يعني أهم حاجة خدم المنافقين تثبيط همم المسلمين. أسقارا لا تنفروا في الحر. خنات باللي ثقي غزوة العسرة غزوة صعبة، عسرة الطريق، صعوبة الطريق، ولا شمال ولا شيء. حتى ورد في بعض الروايات أنه أزلون ألغم أزلون ألغم باش تسفغ نمان سقع بوضي تسو نماني وليثر درجة شياض درجة فاذ ماشي تنادينا من العين صارنا العيون غمان بذفلنا خاطي. وطبعا من الميزلان الغم ينقص فيهم بلغم وليثر كفني وغير ينقص مع نسي العسرة العسرة. سبحان الله يقدر باش نزريث مثلا وضع الإسلام كان يوضد العفاف يوضد الجهاد في سبيل الله يوضد الصبر يوضد كثرة الامتحانات كثرة الاختبارات كثرة الابتلاءات مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وديسار لذلك كان كل دورنا لقال حفظ فلاس نكون سيقول سارة كل عسرين كل شيء غاسر تودي الزمان قديني لك كل شيء لا كل شيء سهل ولكن دغ ونفسه ثرى باللي أكن من لن امتحن. الامتحانات تتغير من وقت إلى وقت من زمن إلى زمن من وضع إلى وضع من حال إلى حال ولكن كلنا مبتلون من طريقة الابتلاء تختلف. لذلك لابد أن نعرف فقه الابتلاء باش الإنسان إن شاء الله يسلي بخير وعلى خير. المهم ثقي الرسالة السنتورة يريف أسن النظ نكني ود الحاس نحرز بإذن فذا الصحابة أديني رضي الله عنهم أجمعين أخطر جاهدوا في الله وحق الجهاد ونصر النبي صلى الله عليه وسلم وذكرهم الله في آي القرآن هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. إذن ربي في ذلك نيد خطر أيدوا النبي صلى الله عليه وسلم ونصروه. والقرآن الكريم يناد وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. تجد أستاذ في سورة التوبة الآية 81 معنت هذا القرآن يرد على مقولة المنافقين. وطبعا المنافقون فانند ذي غزوة العسرة في قنيث نيد فغاني ثبطوا العزيمة نتاع المسلمين وربي سبحانه عز وجل يرايس قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. معنتها كنت فغوث لسخانة من القيض كما وصفه عمر القيض الشديد الحر الشديد سخانة يجي دونيف وثبضارة أم نار جهنم والعياذ بالله. ربي اختمسنك لو كانوا يفقهون لو كانوا يفقهون. طبعا للرد على المنافقين الذين أرادوا تثبيط عزائم المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم أعلن النفير العام ونزل القرآن انفروا خفافا وثقالا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم. ذكي القرآن ذكر الجهاد بالمال قبل النفس. أحيانا يأمر القرآن بالجهاد بالنفس ثم المال ولكن كثيرا ما سبق المال على النفس. أي خطر المال عزيز المال عزيز خطر والشيطان ذاقي الزازاي لأنه الإنسان ما يحس في الملاقي الملاقي خطر ماشي كين وحدس ميم ثوى شوكيسة وكتفندس السين وتصرفانا خطر ذي كل يوم اللي يفغذ ينفق في سبيل الله أصلا تنضق خام أثنى نويغذ في 100 مليون الجامعة إذ ما يخل من المشاكل بزاف 100 مليون أحيانين إف كان مليون المليون بزاف عليه. لذلك المال خطر كل يوم يسعى الحق ديس أحيانين تسلس ديس جيثي دين كني والمال يورث خطر مارث مفض ماري مثل بنادم ولا شو ولا يورث البنادم هذه ورثت ساعة ثاون سكيال مية شيس حملنت نتسا شقان سكال شيس
أحمل النثني أصطف النثني. لذلك ممكن يثبطون السفغرة السفغرة ذريم. لذلك المال يتعلق به ماشي غير صاحبه حتى أهله ميم ثوى شلتيس يقارن صالح قديس بلك دي فهمي كم قرن نغيلي ثم قرن تنظر ثم طوثي هنا أكتيني ديجا تسكي غنكين لو كان ماشي كي حارزن والسعودرة كشيئي جدي وراوي كفني وراوي لكن الله يرحم اللي ما تخلى الظرمة كل الفلسفة يعني. لذلك ابن مسعود رضي الله عنه يقول واسي الناس أصحابي أحب إلى قلبي من أهلي أنا سيغر إنيس أصحابي يذكرونني بالآخرة أصحابي يذكرونني بالآخرة وأهلي يذكرونني بالدنيا خاطر الأصحاب كي تسمي كثير ربي سو الختمة سو القرآن سو الإنفاق إلى آخره ما إلا ذي الأهل إذا ما كي تسمي كثير كان سو الدنيا وطبعا لا نعمم بدون سكرة حكم عام لأن الأهل الله يبارك باش وزعف نرفا لما رسلنا كم سلاقي كان لنا أهل الله يبارك تشجيعا تحفيزا لكن وتسوى ذي لربي سرح ربا دي سرح ربي فكي غيما السن فلدي ضغي فالسن وربي ندوى أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه إذن هذا المال ليس مالك ذا الشين ربي أذي غالي ربي أي خذ منفوذ أسنو فكي غمية مليون لكن فكي 200 مليون زيادة لا الخير الحمد لله ولكن أيضا لن وقاذ يعني يثبطون كما قلنا لذلك أغرد النغا ولقي خطر رب سبحانه إناد وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون تعلمون الآية تسد في سورة التوبة الآية رقم 41 عدد المسلمين 30,000 عند جماهير المؤرخين وكتاب السير من المقاتلين من المهاجرين والأنصار الروم أكبر قوة معادية للإسلام ومعهم نصارى العرب يعني ماشي كان ذي ذاك ولد وغلق بعد ما قلنا الموضوع نظرات طويل غرا قصة أبي خويثمة خثيمة سمحتي اسمه أنت كوال وعرن أبي خثيمة وكي من كبار الصحابة يونس هو لم يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم وريف في غرفة وكل الجيش يونس طبعا دين 700 كلمة ترى ماشي يونس ما روضا بعد يشمد يروح للحائطين الحائط الحائط المقصود سيس شغله ما كان ينظر الفيرما شوف حيرث الله يبي يفهم دين الله يبارك ما بارد يفلقوث كل شيء لا يرس دي مانيس يزمي مانيس إني يسمح الرسول صلى الله عليه وسلم كذ المهاجرين الأنصار روحنا الغزوة الغزو الروم إني يسمح قيمة ذاكي مانيس ماضان القوث كل شيء لا الراحة في لي إني يسوى أنا في ظل بارد حلف اللحظة أني إناس خدمتي شو حواج غداوين إناس يقول باش هذه الحق النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن أصحابه ألم يقرض ذيوض إلى تبوك ولا الصحابة راكب مقبل راكب على الطريق مقبل كما ورد في كتاب السير كتب السير إذ النبي صلى الله عليه وسلم ذي نسيناس كن أبا خثيمة كن ذي ذكرتها كتب السير طبعا ذي ذو لسيت يوفان سساس اسم الصحابين عليه الصلاة والسلام إني حينما اقترب عرف بأنه هو يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالخير وكذا أنه التحق ولكن لن ثلاثة اسقصى فلسنا ندلا الناس وكذا قيمة ذي شو ثني جعلن ثلاثة يجي بشر قيمة ذي مكة أما قلت كعب بن مالك أما مرارة بن الربيع أكذ هلال بن أمية هلال بن أمية ثلاثة يجي من خيار الصحابة ذكي مثلا ما نهضر في الصحابة أدلني رضي الله عنهم أجمعين ذي البشر شفهم ثم شو سيدنا هضر يدرسني ما قبل الأخير
من نهضر في حاطب ابن ابي بلتعه ني عنده كذا صحبي يغلط لا يا ماشي المعنى يسمى يغلط ذغا نكون ثوار لي زمان باس نحاسب شغل نخدم الميزان ميشي جا يخدم وكذا لا غير مثلا خاطئ ني عنده سني لو كان يوم دينا بالك لا نكون ديال الوقت ني وصاش نخدم ونزر راه مشى لي ليان داني لي وذاغ باش غدي فقنا ربي سبحانه باللي بنادم ذ بنادم يزمر يضعف يزمر بنادم يضعف وهم بشر يعيشون حالات من الضعف ونشرح ذي غزوة أحد شفام ذي غزوة أحد ماذا حصل هناك من الصحابة من فر بعد سوتو بعد شيوع خبر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم الناس موتوا على ما مات عليه الصحابي الجليل ينتقن الصوت عليهم احنا ياس مادام ما يموت الرسول صلى الله عليه وسلم موتوا على ما مات عليه امثل فين يموت في غدني غا كاين كاين غرا غاين كاين سلا الى اخره باش غادي يفقن باللي الصحابه هم بشر يصيبون يخطئون يكونوا احيانا اقوياء احيانا يضعفوا شيء طبيعي جدا وحتى ما حصل بينهم بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم إلا وندا مخلف ثاني إلا وندا يسعى يوم الراي واضي صار الراي واضي إلا وندا يسعى خلافات نزاعات شيء طبيعي جدا شيء طبيعي جدا لذلك شفا ما سني ذي حاطب النبي عليه الصلاة والسلام باش أدي أغدي في الرسالة يكوي نسلم من خلال عمر بن الخطاب مسينا مرني كي أقطع رقبته فلقد نافق بعد التحقيق اللي صرا مع حاطب ابن ابي بلتعه النبي عليه الصلاه والسلام يناس يا عمر ان الرجل قد شهد بدرا ولعل الله اطلع على اهل بدر وقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ذاك مثلا ثلاثه ياجي كعب بن مالك مرات بن الربيع هلال بن اميه كانوا من خيار الصحابه. ذا شو اسم الصوظن باش وثدونا را أكذ الجيش للنبي صلى الله عليه وسلم أكن دنانا العلماء إنه سبب تسويف الإهمال تسويف أسقارن هكذا شرب بوساني وباس يومين أثن الحق ثلث أيام أربع أيام أثن الحق خطر الجيش يتحرك ببطء خطر الجيش ولكن يثنون روحها خفيفيث اسقار زكا من زكا زكا من زكا المي الدفاني ما نسان يغاد النبي صلى الله عليه وسلم بعد 20 ليله قضاها بتبوك يغاد المهاجرين والانصار وكذاكي مازال روحا صافي كانوا مخلفين يعني احضرنا للجهاد رغم مقامهم الرفيع. النبي عليه الصلاه والسلام يسقسى فلاسن إن سان دايلا كعب إن تقد يون إن ياس بحسب ما كان شغل تلك الخاص الدوني وكذا معاذ بن جبل رفض نقول كان إن ياس ود قرر يرمس لي فلاس وديوسالا وديوسالا جيت الرسول صلى الله عليه وسلم مي يغال زن ساري خدم التحقيق يلس المعنى يس لقي ماذا نستنبط معناه وريفكار ذيك سافوس معاذ بن جبل وهو كما ورد في الحديث من أعلم الصحابة بالحلال والحرام إن النبي عليه الصلاة والسلام أرحم أمتي بأمتي أبو بكر ما يعنيش باللي الصحابة وسعنا الرحمة خاطئ ولكن ثي الصفة ديوفرارا ذي سيرا أبو بكر الصديق ثوفرار ذي سعر الرحمة أسميوغا الخليفة المسلمين انت يقول في لان خلي وجيلا مكور ثا الصبحي ثا راس ندير الزي سي المال نسن باش السنه يفكي اسمي يغاد الخليفه ثا الصبحي ثني يروح الناس عمر بن الخطاب الناس كلنا يكفي كذلك يعني انا غادي نكون شو هذا الخليفه صعيب الشغل وياض ايناس اسال الله ألا تمنعني الخلافة عن خلق اعتدته يسوث ربي أسيق رب السجارة الخلافة يجي المصبقة جديد السبة أريس سيوظن أذجر يوم شغلة خدمة يوم الخلق خدمة أنه يرعى
يوجدا يرى يوجدا. وكذلك كان يصنع عمر نهار اللي يغاد نسيت امير المؤمنين فقد يوث الناقه يوث الغمث سي بيت المال ثرول تهاج ثرول اذ عيسى سيزل الفيرس يسزل الفيرس يفاسد علي بن ابي طالب حين يسام شكا ينس كل لا يكفي كذلك الى غادي نكون كنا راه يزلن ذنكني اتديرن إنيك عمر بن الخطاب إنيك لم يكلمه ما كان ويسار الوقت ديال سون كومونتير يكمل شغليس يروح من بعد علي بن ابي طالب رضي الله عنه إنيس يا امير المؤمنين اتعب لقد اتعبت الخلفاء من بعدك إنيس تصفض الخلفاء ديال سند فيري يعني كنقرا في هذه اللغه قلنا انتورا درجه إنيس يسول النيفو صافي مادام النيفو يولي عتسفن عتسفن الخلفاء ديال سند فيري فغاد شي ريفيرونس مرجع يعني يولي المستوى ما خدمنا مشيني اد عيون خاطر عتسفن مول خدمنا راه مشيني اد عيون خاطر الغاشا سنين اي غرا كان وسلم راه مع عمر بقول كان الحكمه كيف تخرج من افواه هؤلاء يعني يا امير المؤمنين لقد أتعبت الخلفاء من بعدك. لذلك أين دنيغا كيوقع في الصحابة رضي الله عنهم أجمعين وربي جمعنا بهم في الجنة إن شاء الله جميعا. إفذر ربي ثم شوت سنسن ذي سورة التوبة خاصة في الآيتين الآية 118 والآية 119 ثلاثة يجي سباني غاوند التسويف اسمي ديوغا النبي صلى الله عليه وسلم يمر سيوث الحاجة اسميس استقبالي تقرن ساعة عزال ثورة دي مرت القبائل زرى من ديلا وعزال أكين الفلاني السفغنت سي توفيق السفغنت سي توفيق يسعى نزار أرض شرعيث ما تشيل الهجرة قيد مخالف نفترقا بعد السين كذا جغيكما لا ذا الحرام لا يحل لأحدنا لأحدكم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ماشي الكخامة مثلا تيسمثين الأحباب يمزولا المؤمنين خطي زعفض فقعض ثرفيض ثلاثة كان يلا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام أنا وين مخير ذي السن وين نروح نرجع مسلسل السلام عليكم على خير في الله كان مكتوب بس في رمال الزين غور الزين الوقت الدين هذا مكان لذلك تفضل ذي شقيقا في شقيقين ذي الجيران مغنزان 30 40 سنة أتيت جنمي من قورا سيني حاذر مرام ثغنكيني أتجرع عمي كذي يحضر الجنازة أكوني دوثة سوق الزكاة لو قال هضرنا كا طبعا هو لقي ما عندوش معنى ذلك الفواج ما يقدر حتى واحد ولكن وثيك هو الكل ذي ثقافة النظ نتساك أزال الوصية أكين يوصى يوصى بابا يوصى جدي يوصى كذا يكل وصايا أثنت مسعدي غرفال من الشرع أين يقبل الشرع مرحبا أين يريد يقبل الشرع ماشي مرحبا ثورة غد نغال النبي عليه الصلاة والسلام أمر بهجرهم ولكن شفو ثاس الهجر التربوي وقيل العنوان هو هجر تربوي بشثني ربي أخطر تخلفوا عن الجهاد بلا السبة ولا دي موضل أصحاب الأعذار وقالني العدد فلسطين ورلان وسعنا الأعذار لا المنافقين غادي وقالني فريد نسن واحد سن إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار كما قال القرآن إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار وقال قام كان سن واحد سن ولكن المخلفون جاء عن الجهاد إلى قثني أثني ربي النبي صلى الله عليه وسلم سوفري ذاكي اسمي الهجر التربوي
وماشي المعنى يستر غساكي اذ غنتخذه فيما بيننا اكيني مادام الرسول يخدمي ثلاث نخدمك استوي لجماعه الخير. لذلك اني اول ما نجمع الجوامع ذي علم الاصول انظر اماكن كون قرغ لا فارماسي نشرع الى قص طبيب يحرشن ادي السفغ الدواوي سي القران سي لا فارماسي الدين ادي السفغ الدواء ينسفن دواوي لن ماذا شو دواء يلاقن وقيل قص طبيب الحاذق ادي يفك الدواء النافع الدواء الناجع يما نروح كيف كان هذيك نروح على فارماسي ندم دواوي في السكان صافي شغل بوني قارنين فلاح مسكين اللي دار فيك الزغ يولف في حالو سبايغ الكازوز يتساوي يتسرد ثقرات اسني روح سافر مسيان طبيب بعد يفك سافر مسيان يفك ثقرات اسني نسير وين شتيلات سيم يروحوا فارماسي ديال الدواء وايض يوفات سيدي جاي سوات كومبلي اني سكي هضو ربي مش تسوى ذاك اني سوى ديك بعدا باش كدير ثقرات تولي حسب الانسان تقراتي ثقرات الدواء يحسبها من ثقرات الكازوز تغير اني سوى في كنت كجا ثقرات سيك لاقي الفيد كجا الفيد ديالك لاقي خاطي صافي زمر دواني اثيه لي ابرسيني سبات دواء ماشي سبات دواء خاطر روحي استخدمها راك نيلاق ميم في كوا نكوني اي نسل من اي مثلا الا وندا انستخدم القران وكل السنه ابي بري. لذلك ديس علم الاصول غير يستفهم غير يقرزك المخنقه ماشي تخميم هذه الزهره شنو يستخدم الايه باقي الحديث باقي الطريقه الى اخره وبعدين التفاصيل ستكون في وقت مناسب ان شاء الله. ثلاثه ياكي يثوف لسنا ربي سبحانه ولكن بعد ايه؟ بعد قرار الهجر قيمنا 40 يوم 40 يوم زائد 10 هي المجموع 50 يوم 40 يوم ثورة كعب بن مالك كعب بن مالك يصف يتحدث ادي حكو في الظروف مشي عاشم اما غنسى اما السنوياض اني خسمي ديوغ النبي صلى الله عليه وسلم وكل الصحابه يفقد القرار الهجر صافي سوف غنتنسي التوفيق اللغه قلنا تقبايليت ولا شويه هضرني السن ولاش إن ياك روح غير النبي صلى الله عليه وسلم نغى السلام عليكم إن ياك تبسم تبسم مغضب هكذا قال مغضب أي غاضب إن ياك يصد قذميو ولكن يفقع يزعف يرفع حاجة النظام إن ياك روح احترصات الجماعة أتقريف غا كان النبي صلى الله عليه وسلم أهذا دين تقر غوري إن ياك الصحابة ولا شو دين تقر غوري لا نسى ولا سينقي مرارة بن الربيع هلال بن أمية إن ياك زرت ولا مسنا الفاني شمال الحبس نتسالي شمال الحبس مي إما إلا ماشي ذي الحبس قلا ذي الحبس يسديوي غرب الراه شو غالك الدنيا ذي الحبس ساقي وعرب أليس كذلك؟ ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام يعتصف مليح الناس ماذا يفعل خصومي بي في رواية ماذا يفعل أعدائي بي الناس فسجني خلوة سجني خلوة ما يرني الحبس الخلوة يا عبد ربي غير القرآن وقتلي شهادة من غني روح الشهيد ونفي من فني سياحة إنس فجنتي بين جنبي ترافقني حيث حللت ونزلت إنس الجنثيين وتسييذي أن دلغت ليذي باش كان نفهم الحالة النفسية نسم أسمي بظن 40 يوم كعب بن الربيع النبي عليه الصلاة والسلام يفكاس الأمر إنس تمطو في كاس روح فروح راح نطوسنس الحقي بأهلك الحق فروح صافي 50 يوم من بعد كعب بن الربيع إنايك ثغل الأرض تنكرت لي إنايك القاعيك ثغل تنكري ضاقت بين الأرض بما رحبت القاع ربي توسع ثغل تضيق في اللانغ إنايك الحوغ
ذي وقت اللي دي حكومي ما اسمي الله النبي صلى الله عليه وسلم وكل المسلمين ذي تبوك إن كان الحق ذي المدينة ويوفر إن إما رجلا مريضا معذورا أو منافقا هنا سوالي سوى الكاريز إما غيموضان يسعى العذار ما سوالي المنافقين أدي حكو الحالة النفسية ينس صعب جدا أم بعد لن المخلفين يقروحا مسيادفن أهضران وفن السباثي النبي صلى الله عليه وسلم أم قششني تسمى روطار نو يفطل في كواسيني مثعمي في كواني مثخالي في كواني إنغاثناكو إنغاثناكو يعني يستفد السباث والنبي عليه الصلاة والسلام الظاهر ولكن الناس يقرأ السرائر تنجر ربي سبحانه علينا بالظاهر والله يتولى السرائر ولكن كعب بن مالك يهضرك ذي مانيس سيقار كيني سيغ اللسان أوتيت الجدل أوتيت الجدل سيغ ذحدث بوال هل يقولون كيسو أضرح غام بي عصاته السلامة أسهضر أسدفغ السبات سبات 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 إلا شو أنا على يقين ستكون حجتي قوية شغل ما كنت قنعة ولكن يتخمي من بعد يفيدت إخي ربي زرا ربي زرا فيدت من بعد يرس ديما ليسي فرات إن يستشارين فعنسي وثيدت الصدق ذاكي قارن تعرف الصدق ما معنى تعرف الصدق أن تكون صادقا حيث لا ينفعك إلا الكذب وعرفي لا ديفينيسيون لا شو معنى الصدق أتسيدي ذو ثيدت أن دوك ينفي على سوى الكذب ولكن ثيدت الصدق سفينة النجاة والصدق هو سبب النجاة أما كعب بن مالك أما السينقوية مرات بن الربيع أكذ هلال بن أمية رب سبحانه يدوى على وعلى الثلاثة الذين خلفوا يفذل عند رب سبحانه حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت ألمث ضيق فلسن القعر ربك وسعا ثغل ضيق فلسن ثغل سن بالحبس وضاقت عليهم أنفسهم أما كشي مستقبلكني رغيماني دين وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه هذا المقصود ظرا باللي لسلك على ربي سبحانه ربي ندي القرآن الآية 50 من سورة الذاريات ففروا إلى الله لهربت سلك على ربي سبحانه نكوني مدي حضرا نتص نقرد يوم الدعاء أمشي قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني وجهت وجهي إليك وأسلمت نفسي إليك وبعد وألجأت ظهري إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك ربي ذكرت وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا ربي سبحانه يعفى ياسر وقت الصبح نزلت الآيتين كعب بن مالك يزور صلاة الصبح يقيم كذي استحي تراجو يتراجو يتراجو إنه كان مسلغي ونصحبي أي تسوغو ويتعقير سيقر أبشر يا كعب أبشر يا كعب إنك سلغي الصوت في اسمه زرغ باللي ربي سبحانه يثوب في الليل ونزلت الآيات ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم ثقل الآية 118 من سورة التوبة الآية 119 ربي ناد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين سورة التوبة الآية 119 فكان الصدق سفينة النجاة أم بعد يروح النبي صلى الله عليه وسلم كعب يبذر غرس ينسى النبي صلى الله عليه وسلم أبشر يا كعب بيوم بخير يوم يعني في عشر الدنيا فيه من يوم ولدتك أمك إن يسفرح سيونواس ولش أسيت يفن سقسمي كد سايمك ذا الساقي إمي ربي ينزلت في الله في اللون يثلاث يذون القرآن الكريم هذا القرآن الذي يتلى إلى أن تقوم الساعة هؤلاء المخلفون في ثلاثة علمونا درسا ذا شوث نهضر بي في الآية 119